أستاذ هاني شنودة، برضو أنا يعني ساعات بستغرب، أنت اشتغلت مع عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة ويعني كبار النجوم، وبعدين اختلفت، يعني اشتغلت بقى كده مع عدوية. كل واحد فينا جواك حاجات كتير قوي. يعني انا جوايا حاجه شعبي من ايام انا كنت في طنطا، فعارف اعمل ايه، بس عملت شعبي بالهيدن بيوتي بتاعي اللي هو البيس جيتار اللي لغايه النهارده بيستعمل في الشعبي. النهارده قبل عدويه وقبل الاغنيه دي زحمه دون زحمه بالتحديد ما حدش كان بيستعمل بيس جيتار، كنت عايز لان دي الات بيقول عليها غربي، لا دي الات عالميه مش غربي، لان بتستعمل في روسيا والصين ومدغشقر وفلبين وهنا وهنا، ده عالمي. على فكره الاسهام العالمي ما يصحش نسميه غربي. انا ما بدورش على فكره على كده، بدور ارضي نفسي يعني اعمل حاجه عجباني، لو عجباني ما احنا 100 مليون ودلوقتي 100 وكذا، فلازم يكون في على الاقل من المية دول مليون مبسوط من اللي انا بعمله. كفايه يعني، انا مش عايز الناس كلها يعني ما فيش حد بيعمل حاجه تعجب الناس كلها، وان كانت الزحمه دي عجبت ناس كتير قوي، لان طبعا ايه عدويه انا كنت بحب صوته جدا، عدويه ده ناي بشري، انا ما كنتش موافق قوي ان هو يغني بقى حاجات فيها الفاظ عاريه. ايوه فلما لقيت نص زحمة دون زحمة وتاو الحبايب زحمة والعطش رحمة مول، وأنا طول النهار في العربية بتاعتي قرفان من الزحمة، قلت لازم أعمله، أعملها هيصة وهليهلي والناس تنبسط. أنا عامل أغنية أطفال مهمة جدا بتقول لما تشوف الزحمة خير على حب على رحمة، تبقى الزحمة دي هي بلدنا مصر. جميلة، فين هي بقى الأغنية دي؟ أغنية أطفال دور عليها بقى، أزرع وردي وفلي وأسأل وأنت تقول لي إحنا بلدنا إيه؟ احنا بلدنا مصر. ده سنة كام دي تقريبا؟ تقريبا 82 او حاجة كده. طب هي حاجات جميلة، لكن يعني في النهاية هي تم انجازها في زمن مضى. الان ما فيش حاجة بتنجح الا النت. ما انا هقول لحضرتك بقى الحكاية بتاعت ده. احنا كنا زمان في منتج بينتج شريط، نروح نهدي الشريط بحاله للإذاعة والتلفزيون فيذيعوه ويصوروه لنا ويذيعوه، ده انتاج مشترك، بس هم ما خدوش بالهم من الحكايه دي ولا المنتج خد باله. كنا بنقول ده اللي بيساعدنا في ان الحاجات تنجح، لكن ده انتاج مشترك مش من حق حد يحبسه على فكره. دي اول حاجه. اتنين، النهارده ما فيش يعني انتاج اغاني، لان اللي معاه فلوس يعمل اغنيه ويحطها على النت ويدفع ترويج، فاذا دلوقتي اللي معاه فلوس يغني، معهوش فلوس ما يغنيش، لان مفيش انتاج، مفيش شرايط الكاسيت دي انتهت والمنتجين بتوع الكاسيت انتهوا كلهم. اللي بينجح دلوقتي الاغاني اللي على النت اللي هي فيها بقى ايه، ما هيش يعني اغاني اللي هي فاني. عصرنا احنا ما كانش يقبل الكلام ده، لما كان يجي لي الكلام ده ما لا ما قبلوش. طب يعني انت في هذا العصر ومع هذه الاغنيات حضرتك بتقبلها؟ ما تحرجش في حاجه، لان ايه؟ انا كمان انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في تجربه عايش هقول لك عليها. احنا عاملين حاجه اسمها قافله السعاده. احنا بنروح للناس اللي هم كبار في السن ونعزف لهم ونغني لهم بتاع. انا بختار بقى حاجات اغاني زي ايه؟ اغاني زي فرقة المصريين ماشي، نجات ماشي، بس مينلي هي دي، هي فرحة الدنيا عبد الحليم، اسمر يا اسمراني، اول مرة تحب يا قلبي، لان هي دي الاغاني اللي حبوا عليها. يمكن يعجبهم اللي انا عملته او ما يعجبهمش، لكن انا بديهم الحاجة اللي تخليهم ينبسطوا. وعلى فكرة ده شيء جميل يعني، انساني حلو قوي. ده على فكرة لازم احكي لك بقى فضل الراجل اللي عمل ده. استاذ فتحي عبد الوهاب قال لي عايزك تكلمني يا هاني، رحت له فقال لي انت عايز تعمل ايه اليومين اللي جايين دول؟ اي حاجه اساعدك فيها. ده رئيس صندوق التنميه الثقافيه. قلت له عايز اعمل اروح انا واربعه مطربين لكل دور المسنين ونعزف لهم نخلي معنوياتهم ترتفع.
ده شيء جميل جدا جدا. حضرتك طبعا يعني لازم نشير الى انه لك كتاب انت يعني اسردت فيه كل ذكرياتك، واسمه ايه الكتاب؟ عقاب الموسيقى. جميل. ها. ذكرياتي. والمؤلف استاذ مصطفى حمدي. بالظبط. يعني عجبك الكتابة؟ أنا شخصيا قريته بالكامل وعجبني جدا جدا. على فكرة ليا كتابين مش كتاب. ده الكتاب الأخير؟ في واحد مطلعاه مهرجان السينما اسمه المغامر الزاهد. الحقيقة عجب ده عنوان حلو جدا. والمغامر الزاهد فعلا شخصيتي كان فيها مغامرة. بس أنا ما ببقاش عارفها إنها مغامرة على فكرة. الناس بس حضرتك بتقولي لي دلوقتي ان الزحمه دي مغامره يمكن كانت تفشل. طبعا. انا ما بوصلهاش كده، بوصلها ان انا عملت حاجه حلوه ولا لا. بس لا، مؤكد انك عملت حاجه طبعًا. حلوه. ربنا يخليك. انا الحقيقه بقى عندي سؤال اخير في هذا الموضوع، يعني حضرتك بعد هذا المشوار الكبير جدا في عالم الالحان، وطبعا اللون الجديد اللي حضرتك اضفته للموسيقى، لكن دايما كنت بتقول، انا بقول وباكد انه موسيقانا المصريه العربيه هي الاصل. ان كان الناس تتعلم في كليه التربيه الموسيقيه او الكونسرفاتوار، ولما يطلعوا يعملوا الشرقي كشرقي والغربي كغربي. لا، الموضوع مش كده. الموضوع لازم نستفيد في مزيكتنا باللي وصلوا له الغرب، ونبتدي من حيث هم خلصوا. نبتدي احنا، لان احنا لون جديد. عشان كده حضرتك الكاميرا في الملعب، الموسيقى دي اللي اتعملت في الجولدن جلوب لما جه رامي يوسف يجري وياخد التروفي بتاعته، المزيكا دي دلوقتي هو بيقول لي العهد عليه انها من اشهر الحاجات في الديسكوتات بتاعت امريكا كلها. بيعملوا الاغنيه دي، المزيكا دي، ويرقصوا عليها. يعني انت تؤكد في النهايه انه الاعتماد على موسيقانا الأصيلة هو الأساس الجيد. طبعاً.